بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أحمد هاشم الفرقة الثالثة. النهاردة جايين نكمل اللي احنا بدأناه في موضوع المينينجايتس، وموضوعنا النهاردة إن شاء الله هيكون على المينينجوكوكال المينينجايتس. في الجدول ده، احنا الجدول ده المفروض كنا نحطه مع الفيديو اللي فات، والجدول ده بيقول لي ازاي افرق بين البكتيريال مينينجايتس والفيرال مينينجايتس، واعرف المينجايتس دي سببها ايه بالظبط. ده هيتم عن طريق ان انا اسحب عينة من السي اس اف واشوف فيها اول حاجة عدد الليوكوسايت، بعد كده بشوف البري دوميننت سيل تايب اللي هي اكتر خلية موجودة فيهم، واشوف نسبة البروتين ونسبة الجلوكوز. اول حاجة نعرف النورمال بيكون الرينج بتاعه كام. الليوكوسايت بتكون النورمال في النورمال بيرسون من 0 ل 5، وبيكون البري دوميننت سيل تايب بتكون الليمفوسايت. البروتين بيكون من 15 ل 50 مللي جرام لكل دي سي لتر. نحاول نحفظ الارقام دي. الجلوكوز الرينج اكبر شويه، من 45 ل 50، من 45 اسف ل 100. طيب ليه من 45 ل 100؟ ليه رينج كبير كده؟ عشان في بعض الناس diabetic patient بيكون عندها نسبة الجلوكوز في الدم عالية، فده أكيد هينعكس على نسبته في ال CSF. تمام، تعال نشوف بقى، نشوف لو ال patient ده عنده viral infection. أبص على الليكوسايت ألاقي إن عددها في زيادة، بس يعني في ارقام، بس الارقام مش علينا، فانا هكتفي ان اني اقول في مودريت ليوكوسايتوزس، مودريت ليوكوسايتوزس. تمام، طيب والخليه اللي هي تبقى يعني موجوده بكثره هنا الليمفوسايت. تمام، البروتين هيزيد زياده بسيطه سلايتلي انكريزد، والجلوكوز هيبقى زي ما هو نورمال. طيب لو عندي بيرلنت انفكشن، يعني عندي بكتيريا انفكشن تبع عيله السيبتك، احنا قلنا قبل كده في سيبتك وفي اسيبتك، تبع عيله السيبتك بقى اللي فيها بص وكده، بلاقي الليوكوسايت بتزيد زياده اكبر، بقول عليها انها ماسيف ليوكوسايتوزس، وبلاقي اكتر سيل تايب موجود هو النيتروفيل. تمام، البروتين هيكون زايد والجلوكوز هيكون لو، لان البكتيريا هتستهلكه. بالنسبه للتي بي والفانجاي هيبقى قريب شويه وشبه شويه الفيرال انفكشن، لانه هيكون مودريت ليوكوسايتوزس، برضه هيبقى السيل تايب اللي موجود بكثره هو الليمفوسايت. البروتين هيكون انكريزد، يعني انا قلت في الفيرال انفكشن هيبقى سلايتلي انكريزد، هنا التي بي والفانجاي هنقول انكريزد، والجلوكوز هيبقى نورمال. كده خلصنا الجدول ده اللي كان مهم نعرفه، لان بفرق ما بين سبب المينجايتس ايه من خلال عينه من السي اس اف. دلوقتي جايين نتكلم على المينينجوكوكال المينجايتس اللي هي النيسيريا. اول حاجه عايزين نعرفها اللي هي الكيس، يعني ايه امتى اقول ان انا عندي حاله من المينينجوكوكال مينينجايتس، امتى اشك؟ يعني اشك لو عنده درجة حرارة أكتر من أو يساوي 38.5. بجانب بقى الأعراض المميزة للمننجيتس من حيث نيك ستيفنس، البين، يعني النيك يكون فيها ألم، وده احنا قلناه المحاضرة اللي فاتت إن المننجيتس بيكون مصحوبة بنيك ستيفنس ونيك بين. يكون في فوتوفوبيا، إن هو عنده مش عارف يبص للنور والضوء يعني. تمام، بجانب بقى الهيديك والنويزيا والفومتنج. طيب لو بيشنت او طفل صغنون كده اقل من سنتين، بلاقي عنده برضو الفيفر اكتر من 38.5، وبلاقي معاه بالجينج فونتانيل، ودي برضو انها يعني الفونتانيل اللي هي بتربط السكال ببعضها، بتربط عظم السكال ببعضه، بتكون بالجينج بارزه لبره شويه، بجانب ان هو عنده irritability، يعني اللي هو مش عارف يقعد هادي كده.
فده برضو من اعراض المينينجايتس. طب دي كله تبع سسبكتد كيس اللي انا ابدا اشك، لكن امتى هتاكد؟ ايوه اتاكد لما اعمل لابوراتوري انفستيجيشن واتاكد ان هو والله ده لقيت، عملت كالتشر مثلا لقيت ان هو عنده منينجوكوكال مينينجايتس اللي هي النيسيريا، لقيتها في الكالتشر. طيب تعال نتكلم دلوقتي على الابيديميولوجي، والابيديميولوجي بتكلم فيه عن البليس وعن التايم وعن البيرسون. البليس نبدا كده ايه بالبليس. البليس هل المينينجايتس او المينينجوكوكال مينينجايتس موجوده في مكان معين ولا موجوده على مستوى العالم؟ هي موجوده على مستوى العالم، بتتراوح بين ايه انها تكون موجوده بحالات بسيطه، يعني ايه اسبروديكالي يعني موجوده بحالات مش كتيره، او انها تكون اوت بريك اللي هي يعني انها موجوده يعني باعداد برضو ايه مش كبيره قوي، تمام، او انها تكون انديميك يعني موجوده انديميك يعني مستوطنه في مكان معين، او انها تكون ايبيديميك، تمام، فموجود منها كل حاجه. هي اشهر حاجه في الانديميك ان هي موجوده في منطقه افريكان مينجايتس بيلت، منطقه افريقيا اللي هي منطقه الساب سهارن افريكا ديت، المينينجايتس او المينينجوكوكال المينينجايتس مستوطنه فيها. طيب احنا واحنا ماشيين هنتكلم عن السيرو جروب، وهنقسمها ل 13 سيرو جروب، بس دلوقتي نعرف ان السيرو جروب ايه هو المسؤول عن ايه، عن حدوث الابيديميك، تمام. طيب يا ترى هي بتحصل في وقت معين من السنه ولا بتحصل عموما؟ قال لي على حسب، لو هي موجوده في اماكن البارده اللي هي زي اوروبا مثلا زي امريكا وكده، هتحصل فين؟ هتحصل في الوينتر والسبرينج، ربيع وشتاء، تمام. طيب لو هي موجوده مثلا في افريقيا سب سهارن افريكا، تحصل في الدراي سيزون واللي يكون فيه الجو جاف وحر، تمام. تعال نتكلم على البيرسون نتكلم عنه من حيث ايه؟ من حيث هل المرض ده بيصيب الناس الصغيره ولا الناس الكبيره في السن؟ قال لي ان هو بيصيب اكتر الناس الصغيره children ويانج ادلت، واكتر ناس في هايست ريسك اللي هم الانفنت اللي هم الرضع، تمام. يبقى كده عرفنا ان هو بيصيب الناس الصغيره. طيب بالنسبه للجندر، هل هو بيصيب الميل ولا الفيميل؟ هنلاقي ان هو بيصيب اكتر الميل، هو المفروض ان البوث سكس زي بعض لكن هو بيصيب اكتر الميل. طب بيصيب اكتر الميل ليه؟ لان الميل بيخرجوا كتير، بيروحوا تجمعات كتير، بيتعرضوا للتجنيد العسكري اللي هو ميليتري ريكروتس، فده كله احتكاكات، ده كله تجمعات، فده اكتر بيرشح ان الميل اكتر عرضة اكتر للاصابة بالمينينجوكوكال مينينجايتس. طيب بالنسبة مين هي الناس اللي معرضة اكتر للاصابة بالمينينجوكوكال مينينجايتس؟ هما يعني كاتب 5 حاجات. اول حاجة الناس اللي مناعتها ضعيفة، دي حاجة منطقية. طب زي ايه؟ مين الناس اللي مناعتهم ضعيفة؟ اول حاجة ال HIV patient، كلنا عارفين المعلومة دي، HIV patient معرضين جدا، يجيلهم امراض كتير مش بس المينينجوكوكال مينينجايتس، بجانب الناس اللي هي شايلة الطحال اسبلينيا، ناس شالت الطحال، تمام. في بقى حاجة تانية كده في الكتاب ولازم نوضحها، اللي هو البرو بيردن ديفيشنسي. يعني ايه برو بيردن ديفيشنسي؟ عشان كاتبينها وانا بذاكرها لقيت ايه يا جدعان، دي ايه هي البرو بيردن ديفيشنسي؟ دورت عليها لقيتها ان هي يعني واحد، البرو بيردن ده واحد من الكومبلمنت كومبوننت، وهو واحد من الكومبلمنت كومبوننت، وبيساعد ان هو يثبت، ويساعد ان هو يثبت يعمل استابيليتي ويظبط الانزيم اللي هو C3 كونفرتيز. لو احنا فاكرين في الكومبلمنت سيستم كان عندي 3 باس واي، انا نفسي مش فاكرهم بس تقريبا كان كلاسيكال وليكتين وكان في واحد كمان، اعذروني لا مش فاكره دلوقتي، بس هما كان في 3 باس واي. كان يقول لك كده ان السي 3 مهم جدا لل 3 باس واي، السي 3 مهم جدا لل 3 باس واي، وكان في انزيم اسمه سي 3 كونفرتيز
كان مسؤول ان هو يحول السي 3 ويدخلها في الثلاثه باس واي. انا دلوقتي بقول لك ان البرو بيردن مسؤول ان هو يعمل استابيليتي للسي 3 كونفرتيز. تخيل ان البرو بيردن ده قل، يبقى كده الكومبلمنت سيستم كله عندي اتضرب. يبقى طالما هو اتضرب يبقى كده هيدخل لي ايه في اميون ديفيشنسي، وبالتالي المناعه اتضربت خلاص. طيب نخش على تاني حاجه ان هو الاوفر كراودنج، وانا قلتها ان هو مرض بيجي بالاوفر كراودنج، وعشان كده هو ده اللي خلى الميل بيكونوا معرضين اكتر من الفيميل، لان الميل بيخرج اكتر، الميل بيروحوا تجنيد عسكري وهكذا. هو معتمد برضو على اللو سوشيو اكونوميك ستيتس، معتمد على اللو سوشيو اكونوميك ستيتس اللي هو الحاله المعيشيه. فهو كده بيدخلني ان هو ممكن يكون سوشيال ديزيز، سوشيال انفكشن، يعني قريب شويه من التي بي. التي بي خدناه برضو ان هو سوشيال انفكشن. تمام. الناس بقى الايه اللي بتدخن، فهو برضو التدخين بيساهم، وبيقول لي ان هو الاكتيف سموكينج والباسيف سموكينج، يعني الناس المدخنه والناس اللي هي ايه اللي هي تتعرض للدخان عن طريق انها وجودها مع ناس مدخنه، اكتيف اور باسيف اكسبوجر تو توباكو سموك. كمان الكونكرنت ابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشن، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايز افكرك بحاجه انا قلتها من حبه في الفيديو اللي فات. قلت ان الهيموفلاس انفلونزي اتكلمنا عنها وقلنا انها بتبقى اخطر لما يكون البيشنت تتعرض لفيرال انفكشن، يعني البيشنت تتعرض لفيرال انفكشن قبل ما يجيله الهيموفلاس انفلونزي، فبتبقى اخطر. بحيث ايه؟ بحيث لو الفيرال انفكشن دي استهدفت الريسبيراتوري سيستم، وقتها هيكون الانفلونزي ايه الهيموفلاس انفلونزي هيبقى اخطر. كذلك هنا في المينينجوكوكال مينينجايتس، لو البيشنت اتعرض لمرض استهدف الابر ريسبيراتوري تراكت، اكيد هيبقى معرض اكتر ان هو يجيله مينينجايتس، لان احنا هنعرف اصلا ان المود اوف ترانسميشن هيبقى عن طريق الريسبيراتوري ايه الريسبيراتوري تراكت. تمام. نكمل بقى، نخش على السايكل اوف انفكشن. طيب السايكل اوف انفكشن، اول حاجه نعرفها الكوزيتيف ايجنت، يعني ايه هي البكتيريا اللي بتعمل لي منينجوكوكا منينجايتس؟ هي النيسيريا. تمام. يبقى النيسيريا هي الكوزيتيف ايجنت. طيب هتيجي ندردش شويه عن النيسيريا. النيسيريا تعتبر جرام نيجاتيف. تمام. ديبلوكوكاي، انا عايزكم معايا تبصوا في الرسمه دي، تحسهم ماشيين كابل كده، ثنائيات. الكابل ده اللي هو بسميه ديبلوكوكاي، ثنائيات وكوكاي، مش بس اللاي كوكاي، يعني ايه حاجه مدوره كوره كده. تمام. بعد كده قال لي انها انكابسوليتد. يعني ايه انكابسوليتد؟ يعني عندها كبسول. تمام، عندها كبسول. طيب الكبسول ده عباره عن بولي ساكرايت، ايه بولي ساكرايت كبسول. وانا عايز اقول معلومه مهمه جدا 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 عن الكبسول ده، ان الكبسول ده نعمه ونقمه، نعمه ونقمه. ازاي نعمه ونقمه؟ نعمه ان هو لما اجي اتكلم على الفاكتور بتخلي البكتيريا فيرنس، بتخليها يعني شرسه كده، هقول انها عندها كبسول بيساعدها انها ان يعمل لها انتي فاجوسيتك، تقدر تقاوم الفاجوسيتوزس. وبرده نقمه لان الكبسول ده سنسيتيف قوي للدراينس، سنسيتيف قوي لايه؟ للدراينس والكولدنس. فبالتالي في المود اوف ترانسميشن، لما اجي اتكلم عن المود اوف ترانسميشن يستحيل ان انا اقول ان النيسيريا تنتقل عن طريق ايه؟ عن طريق الاسطح، عن طريق ان انا اجي بايديا والمس اسطح. ليه؟ لانها فراجايل. مين اللي خلاها فراجايل؟ اللي خلاها فراجايل الكبسول. يبقى الكبسول نعمة ونقمة، نعمة ونقمة، معلش نعرفوها دي. تمام؟ هنأكد عليها واحنا ماشيين. طيب وصلنا للجزء اللي انا بحبه اللي هو التقسيمه الى 13 سيرو جروب. احنا قلنا من حبه المسؤول عن الابيديميك هو السيرو جروب ايه. طيب انا عندي 13 سيرو جروب، التقسيم بتاعهم على حسب الكابسولار بولي ساكرايد، على حسب الكبسول. تمام. اشهر حاجه نعرفها مهمين جدا، لان هم لما اجي اتكلم على الفاكسين هذكرهم A و B و C و Y و W 135.
تمام. الاربعه دول لازم نعرفوهم، مهم جدا. نقول تاني مع بعض: A و B و C و Y و W135 هنتكلم عليها ايه دلوقتي في الفاكسينز. ونأكد تاني ان الـ A والـ C تمام هم مسؤولين على الإبيديميك. انا قلت من حبة معلش قلت الـ A مسؤول عن افريقيا الساب سحاران افريكا تمام، وبقول دلوقتي ان الـ A والـ C مع بعض دول مسؤولين على الإبيديميك، عن الايه ان هم يعملوا بقى وجع دماغ وكوارث بقى وايه ويعني يبقى في حالات كتير من المننجوكوكال المننجايتس بيكونوا A و C تمام. بس عرفنا باقي السيرو جروب. طيب في حاجه اسمها سيرو جروب عرفناها خلاص، في حاجه اسمها سيرو تايب. يعني ايه يا عم انت جاي تدوخني معاك؟ انا قلت سيرو جروب وعرفتها على حسب التقسيمه بتاعه الكابسولار بولي ساكرايد عرفناها، قلنا 13 سيرو جروب اشهرهم A و B و C و Y و W 135 تمام. خمسه سيرو تايب قسمناهم على حسب الاوتر ممبرين بروتين، اوتر ممبرين بروتين عامل لي خمسه سيرو تايب تمام. ما ننساش دي قوي لان السيرو تايب هيهمني في حاجه مهمه جدا، ان انا لو لا قدر الله جالي منينجوكوكال المننجايتس هيبقى عندي مناعه بس ضد هذا السيرو تايب. طب لو لا قدر الله تاني اتعرضت لسيرو تايب تاني كده خلاص؟ لا، لو تعرضت لسيرو تايب تاني برضه هيجي لي انفكشن تمام، فدي مهمه جدا نعرفها. طيب جينا بقى نتكلم بقى على الديترمنتس اوف باثوجينيستي، نتكلم عليهم. هم خمس حاجات. اول حاجه ما ننساهاش اللي هو ابو نعمه ونقمه، ابو نعمه ونقمه اللي هو الكبسول. هنا بقى جايين نتكلم بقى على ايه؟ جايين نتكلم على فكره، انا ما قلت نعمه ونقمه، قلتها على حسب البكتيريا، انا ماليش دعوه بالهيومن دلوقتي. يعني ايه؟ يعني انا كبكتيريا النعمه بتاعتي ان انا عندي حاجه بتحميني من الاكل تمام، اللي هو الكبسول، فده النعمه بتاعتي. والنقمه بقى اللي انا ايه؟ اللي انا ما اعرفش انتقل بسهوله من خلال الاسطح لان انا في رجايل تمام. يبقى بولي ساكرايد كبسول انتي فاجوسيتك. تاني حاجه لايبو بولي ساكرايد ده لان لو احنا فاكرين في كل الجرام نيجاتيف كان عندهم لايبو بولي ساكرايد، وده كان موجود بيحتوي على توكسين اندوتوكسين، ولازم نعرفوه لان دلوقتي هتكلم عن حاجه، هنتكلم ان هو ممكن في بعض الحالات المننجوكوكال المننجايتس تعمل لي سيبتيسيميا. طيب هتعمل لي سيبتيسيميا عن طريق ايه؟ عن طريق الاندوتوكسين ده تمام. طيب عندي كمان بيلاي. البيلاي دي اللي احنا فاكرينها كانت حاجه كده ايه بتساعد الجرام نيجاتيف انها ايه؟ انها تلزق في الميكوزا مثلا، فانها تساعدها على الادهيرنس تو نازوفارينجيال ميكوزا. ونازوفارينجيال لان انا قلت لك ان كل المود يعني هتخش ازاي النيسيريا هتخش عن طريق الريسبيراتي تراكت، فاكيد هي محتاجه حاجه تساعدها انها تعشق او تلزق في النازوفاركس اللي هي البلاي. طيب لو احنا فاكرين من الاميونيتي بتاعه الانفكشن انفكشن 1 هنقول ان انا عندي اي جي اي. عندي ايه؟ عندي اي جي اي. الاي جي اي ده موجود الجسم بيحطه كده في المداخل بتاعته، يعني مثلا في الماوس النوز عشان يحميه. طيب البكتيريا بقى دي اوعى من الجسم، عندها اي جي اي بروتيز، عندها انزيم يعرف يكسر الاي جي اي وبالتالي يساعد ان يحصل ميكوزا الانفيجن تمام. طيب اخر حاجه طبعا الاوتر ممبرين بروتين نعرف عنه معلومتين، ان هو على حسب هذه البروتين قسمت النيسيريا لخمسه سيرو تايب، وكمان هو بيساعد على الادهيجن. هعيدهم تاني بس قدام، هربطهم تاني بشكل افضل قدام. نكمل. طيب نوصل بقى لايه؟ وصلنا للريسيرفوار اوف انفكشن. مين هو الريسيرفوار اوف انفكشن؟ الهيومن صح؟ بس هنا حاطين لقطه حلوه قوي لازم ايه نحط تحتها كذا خط. هنا بيقول لي ان الريسيرفوار بيكون الكارير مش الكيسز. ليه؟ اول حاجه هو هيكون كارير. طب ليه صعب يكون الكيسز؟ قال لي لان الكيسز احنا زي ما احنا عارفين ان اعراض المننجايتس اعراض صعبه جدا، فاكيد اي حد جاله مننجايتس لا قدر الله هيبادر ان هو ياخد علاج على طول لان مش هيستحمل اصلا ممكن يموت.
فاما ياخد علاج قال لي معلومه خطيره جدا، ان ايه؟ ان النيسيريا او المننجوكوكال المننجايتس بتختفي بعد 24 ساعه من ان البيشنت ياخد دواء كويس. يعني لو خد دواء بتاع المننجوكوكال المننجايتس النيسيريا هتختفي مثلا من الايه، النازوفارينجال، ايه النازوفارينجال ديسشارج، مش هتطلع خلاص. فبالتالي ايه، انا مش خايف من الكيس، لان الكيس هيتعالج خلال 24 ساعه خلاص انتهى الموضوع. انا خايف كله، واللي بعمل له حساب الكارير اللي هو ما عندوش اعراض، يبقى الريسرفوار اوف انفكشن هو الكارير. طيب ايه هو السورس اوف انفكشن؟ نازوفارينجال ايه ديسشارج، نازوفارينجال ديسشارج تمام. طيب البورتال اوف اكزيت وقلت هيكون عن طريق الريسبيراتوري تراكت سواء النوز او الماوس، ريسبيراتوري تراكت سواء النوز او ايه او الماوس. طيب جينا بقى للمود اوف ترانسميشن. تتوقع ايه؟ تتوقع ان اول حاجه دروبليت كونتاكت، يعني عن طريق ايه الرذاذ ده والحاجات اللي بتطلع بقى ايه، وقت السنيزنج وقت الكوفينج الحاجات دي كلها هتنقل لي، بجانب طبعا دايركت كونتاكت انت مثلا دكتور او ممرض او كده، فاحتكيت بايه بهذه ايه الريسبيراتوري ديسشارج من كيس او كارير. هتقول لي انت حطيت هنا كيس، هقول لك ماشي، بس الكيس زي ما اتفقنا اي حد عنده كيس بيجي له ايه، بيجي له اعراض صعبه جدا، فاكيد هياخد دواء. الدواء مؤثر ان هو يمنع طلوع البكتيريا في ريسبيراتوري ديسشارج خلال 24 ساعه. فانا مش بخاف قوي من الكيس، بخاف اكتر من الايه، من الكارير اللي هو ما عندوش اعراض. طيب وهنا بياكد على الكلام اللي انا مهدت له كذا مره، بيقول لي الاندايركت مود اوف ترانسميشن. يعني ايه اندايركت؟ اللي انا مثلا ايه، حد وليكن كح او عطس او نزل دروبلت على ايه، على سيرفيس، فانا جيت بقى ايديا لمست الايه السيرفيس ده، هل كده وبعد كده حطيت ايديا على بقي مثلا، هل كده انا قلت لنفسي الانفكشن؟ لا. ليه؟ لان الاورجانيزم ده فراجايل. ليه فراجايل؟ نرجع لابو نعمه ونقمه. ابو نعمه ونقمه اللي هو مين؟ اللي هو البولي ساكرايد. هنا بقى نقمته ان هو ان البولي ساكرايد ده ضعيف وحساس قوي للدراينس والكولدنس والحاجات دي، فهو مش هيعرف يتاقلم مع ايه، مع الانفايرمنتال ايه فاكتور. تمام. نيجي بقى للبيريود اوف ايه كوميونيكابيلتي، يعني هل الانفكشن ده يعرف ينتقل بسهوله؟ هينتقل ازاي؟ قال لي ان الديزيز ده يعرف ينتقل او يعرف يعدي ناس تانية لحد الاورجانيزم ما يختفي من ايه، من ريسبيراتوري ديسشارج، لحد ما يختفي من ريسبيراتوري ايه ديسشارج. تمام. طب احنا من حبه، لو بيشنت عنده مننجايتس وخد دواء، هيختفي عندي ايه، هيختفي عنده المننجوكوكال خلال 24 ساعه. وعشان كده ابقى اكد تاني ان الكيس مش ريزرفوار للانفكشن او بتساهم بشكل قليل، لكن اللي بيساهم بشكل اكبر هو الكارير. طيب نيجي بقى لايه، لوات از كولد سايكل اوف انفكشن. احنا معلش انا عشان انا سرحت معاكم، احنا طول الوقت شغالين في السايكل اوف انفكشن. تمام. جايين نتكلم بقى على ايه، على السستيبيليتي. يعني ايه السستيبيليتي؟ مقسمها لي ل باسيف ناتشرال اميونيتي واكتيف ناتشرال اميونيتي وبوست فاكسينيشن اميونيتي. تمام. بالنسبه للسستيبيليتي بقى، هنلاقي ان انا عندي ثلاث ايه، ثلاثه كونسبت. اول حاجه باسيف ناتشرال اميونيتي. تمام. وكلمه باسيف ناتشرال مناعه باسيف وناتشرال طبيعيه. يبقى دي بتنتقل من الماذر للنيونيت. تمام. تنتقل ليه بقى؟ بتقعد معاه من 5 لـ7 شهور. يعني لو الماذر جالها لا قدر الله مننجوكوكال مننجايتس، كمان ضدها انتي بودي مثلا. تمام. الانتي بودي دي، الانتي بودي تنتقل عن طريق المشيمه او البلاسينتا، تروح للايه، للطفل ده، وتقعد معاه من 5 لـ7 شهور. طيب بالنسبه بقى لايه الاكتيف ناتشرال اميونيتي، ده لو حد بيشنت جات له انفكشن قبل كده اكيد هيكون ضدها انتي بودي. طيب هيكون انتي بودي ضد ايه؟ ضد نفس السيرو تايب. طيب لو غيرت السيرو تايب، لو جالي مثلا ايبيديميك في سيرو تايب مختلف، لا كده هبقى معرض زي اي حد للانفكشن دي. تمام.
طيب البوست فاكسينيشن اميونيتي دي هنتكلم عليها ايه كمان شوية. تمام نكمل. جينا بقى نتكلم على ايه، نتكلم دلوقتي على الباثوجينيسيس ونتكلم على الكلينيكال مانيفيستيشن. الاول نبدأ بالانكيوبيشن بيريود. انا عايز اقول حتة مهمة جدا، سؤال بقى يعني لينا كده مع بعض، هل انا فهعرف افتكر الانكيوبيشن بيريود دي مع كل المعلومات ديت؟ اشك، انا اشك. تمام، فانا بذاكي ليه؟ انا دلوقتي اخدت والله انفلونزا، الانفلونزا كانت عشان انا مذاكرها يعني قريب، فدي ايه من 1 لـ 4 يعني انكيوبيشن بيريود من 1 لـ 4، مش عارف الكورونا من 4 لـ 6. طيب دلوقتي بقول لك الانكيوبيشن بيريود من 2 لـ 10 والافريج من 3 لـ 4. طيب انا دلوقتي ايه، انا اكيد هنسى، فانا ايه اعلم كده والله اقول المننجايتس، الكورونا، الانفلونزا، واحط بقى وانا بذاكر دولت ايام عشان يوم ما اتزنق في الامتحان اقول فيو دايز سيفرال دايز، يبقى ايه، عشان انا هنسى، فبالتالي انا عايز احضر نفسي للموقف ده. نتعامل احنا مش هينسى ان شاء الله، ونحفظ اللي هي الانكيوبيشن بيريود من 2 لـ 10. تمام، والافرج بتاعتها من 3 ايه ل 4. طيب نخش بقى على ايه، على الساين والسيم. الاول عايزين نفتكر اللي احنا ايه قلنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت. قلنا ان النيسيريا هتخش عن طريق النازوفاركس، ومن النازوفاركس هتوصل لحد الايه، لحد المينجيز. طيب نفكر نفسنا بقى، اول حاجه انا هعمل قصه كده وسيناريو جميل، نحاول ايه، نحاول نمشي مع بعض. اول حاجه حد وليكن عامل دروبلت، عطس، عامل اي حاجه، فنزل النيسيريا لقت طريقها ليا انا كمواطن غلبان، دخلت ليا عن طريق النازوفاركس. طيب اتشعلقت بالنازوفاركس ازاي؟ عن طريق البلاي. نفتكر بقى مش البلاي دي كانت بتعمل ادهيرنس؟ تمام. بعد كده راحت هي ايه، لقت في طريقها انتي باي اي جي اي، راحت مطلعت الاي جي اي بروتيز، فاكرين الاي جي اي بروتيز، بحيث ان هي تساعدها على الميكوزال انفيجن. تمام. وبعد كده انا كجسمي طلع ضدها بقى ايه، فاجوسايد بقى، وطلع ضدها ماكروفيج، راحت مطلعه استعانت بالبوليسكرايد كبسول، وده ساعدها انها ايه، تحمي نفسها من الاكل، انها تتهضم وتتاكل، يطلعها فاجوسايتوزيس. تمام. المهم انها لقت طريقها لحد الايه، لقت طريقها لحد البلاد ستريم. تمام. وبكده بقى ايه، من البلاد ستريم هتعرف توصل للمينجيز وتعمل انفلاميشن، تعمل التهابات بقى. تمام. زي ما قلنا انها عدت البلاد برين بارير، هتوصل للمينجيز، هتعمل انفلاميشن، والانفلاميشن هتكون مصاحبه بدخول نيتروفيل او بوليمورف. ما انا دايما افتكر نيوتروفيل، افتكر البص، يبقى هنا هيبقى سيبتك مننجايتس. وفعلا انا المحاضره اللي فاتت قلت ان النيسيريا تعتبر سيبتك مننجايتس. طيب انا هقول ايه الاعراض اللي ممكن تيجي للبيشنت اللي جاله ايه، اللي جاله مننجوكوكال مننجايتس. فيفر، هيديك، ستيف نيك، فوتوفوبيا. بس خلي بالك الستيف نيك والفوتوفوبيا مع كل انواع المننجايتس. طب يا سيدي ايه هو المميز للمننجوكوكال مننجايتس؟ جاي اهو. المميز للمننجوكوكال مننجايتس هي الجوينت سيبتوم، يعني التهابات في الايه، في المفاصل. واللي احنا شايفينه قدامنا ده البتيكيا الراش، احمرار في الجسم بشكل ايه، بشكل ملحوظ، وبشكل انا كدكتور لو جالي البيشنت ده هعرفه، شكله مميز جدا، بتيكيا الراش. طيب ديت اهم حاجه، حاجه مميزه للمننجوكوكال مننجايتس او النيسيريا. طيب ممكن للمننجوكوكال تخش الدم وتعمل واتس كولد فليمينانت مننجوكوكوسيميا. ايوه هتعمل بقى اعراض الشوك بقى، اللي هو يعني نزيف، وهنتكلم عليها دلوقتي. تمام، بحيث هاي فيفر وتعمل هيموروجيك راش. تمام، عايزين بس ايه نقول ان الحالة دي اكتر بتحصل في الاطفال، وبتعمل سندروم كده ظريف شوية اسمه ووتر هاوس فريدريكسن سندروم.
السندروم ده بيحصل اكتر في الاطفال، بيكون مصاحب بنزيف جامد ينزف عند منطقه الادرينال، يعمل ادرينال هيمرج، يعمل بليدنج جوه الايه انتراكرينيال جوه البرين او جوه السكال، يعمل انتراكرينيال ايه بليدنج تمام. السيركيوليشن بتاعته هتقع، هيحصل له هايبوتنشن يعني او حصل له شوك خلاص. فالواد ده او الطفل ده لو ما تلحقش هيموت خلال من 10 ل 12 ساعه. يبقى هيبقى عنده ايه؟ هيجي لي بماسيف ادرينال هيمريدج، هيجي لي بانتراكرينيال بليدنج، هيجي لي بسيركيولاتري كولابس تمام، وهيموت لو ما تلحقش خلال من 10 ل 12 ساعه. السندروم دي بتحصل اكتر فين؟ في الاطفال، الاطفال الصغيرين جامد اللي هو الرضع وكده. بسميها ايه؟ نقول مع بعض ووتر هاوس فريدريكسن سندروم تمام. طيب الاعراض دي، اعراض الشوك دي واعراض التسمم دي واعراض التوكسين ده، يا ترى هي النيسيريا عندها توكسين؟ ايوه، مش قلنا من حبه النيسيريا عندها لايبو بولي ساكرايد، واللايبو بولي ساكرايد ده بيتكون من الاندوتوكسين تمام. فهو المسؤول عن السبتسيميا هو الاندوتوكسين. دي طبعا تاني الاعراض هي زي ما احنا شايفين قلناها كذا مره قبل كده، بس نركز على الستيف نيك، ونركز على الفوتوفوبيا، ونركز اهم حاجه كمنينجوكوكال منينجايتس على الجوينت سيمتوم وبتيكي الريش. طيب يا سيدي تعالى بقى نتكلم بقى ايه عن وفيات. لازم، ما دي حاجه لازم نتكلم عليها. والوفيات الكيس فاتيليتي هنتكلم على ثلاث نسب. اول حاجه لو البيشنت ده ما اتعالجش نسبه وفاته 80%. طب فرضا هو اتعالج، خد انتيبيوتيك، خد رعايه، قال لك مع الرعايه ومع المضادات الحيويه نسبه الوفاه بتاعته هتقل ل 8 ل 15%، من 8 ل 15% اصبحت نسبه الوفاه. طيب بالنسبه للبيشنت بقى اللي هي ايه اللي هي اتعالجت وكده، احنا قلنا حاجة مميزة جدا في المحاضرة اللي فاتت، ويا ريت اللي بيسمع الفيديو ده يرجع للمحاضرة الأولانية لأنها تمهيد للمحاضرة دي. قلنا إن الفرق بين البكتيريال مننجيتس والفيرال مننجيتس التالي، إن البكتيريال مننجيتس أخطر، أخطر بإنها بتسيب بيرمننت ليجن، بتعمل مشاكل مستمرة، تعمل لي مثلا منتال ريتارديشن، تعمل لي هيرنج لوس وهكذا. فبتسيب مشاكل إيه؟ مشاكل مكملة معايا العمر كله. وواحدة من البكتيريا المننجايتس هي النيسيريا، فهتعمل لي منتال ريتارديشن وهيرنج لوس في من 10 ل 20% من الناس اللي تعالجوا. جايين نتكلم بقى على ايه؟ على اللابوراتوري ايه دايجنوزيس. طيب اول حاجة انا ممكن اخد عينة من ايه؟ اخد عينة من انجايتس يعني من انجيس يعني سي اس اف. ايوه صح، سي اس اف تمام. كمان بتعمل بتيكي الراش. ممكن اخد من السكن، اخد اسبيريت من السكن تمام. اخد كمان من البلاد، ممكن اخد كمان من نازوفارينجيال، بس النازوفارينجيال سواب بتكون مقتصره على الناس اللي هي الكارير بس، لان لسه البكتيريا موجوده في النازوفاركس ولسه ما حصلهاش انفيجن ولا وصلت للبلاد وكده. فانا باخد لو انا شاكك في مكان ان انا عندي كارير، باخد عينه من نازو ايه؟ من نازو فاركس تمام. طيب المفروض اخد سمير تمام، سواء من السباينال كورد او سواء من السكن بتيك الاسبيريت، واشوف فيها ايه. انا قلت من حبه ان نيسيريا عباره عن جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، فلو لقيت قدامي جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي اذا هي نيسيريا، وبلاقيها وسط كده الايه النيتروفيل، احنا قلناها من حبه النيتروفيل بتكون موجوده معاها، فلقيتها كده يبقى خلاص عرفت ان هي نيسيريا. طيب بالنسبه للكالتشر، نعرف بقى في الكالتشر كم معلومه. كنا واخدين لو احنا فاكرين في الانفكشن واحد قلنا ايه؟ قلنا والله ان النيسيريا والهيموفيلس تقريبا بيعوزوا ايه؟ بيعوزوا شوكليت اجار، يعني هما بيتزرعوا كويس على البلاد اجار بس بيبانوا اكتر على الشوكليت اجار تمام. يبقى شوكليت اجار وبلاد اجار الاتنين دول عادي مع ليه؟ مع النيسيريا. درجه حراره 37 تمام. بتحب الهيوميد يعني يكون فيه رطوبه تمام، وبتحب الكربون دايوكسيد عالي اللي هو كام؟ من 5 ل 10.
يبقى دلوقتي ايه هي الشروط اللي المفروض اوفرها للنيجيريا عشان اعمل لها كلتشر؟ اربع حاجات. اول حاجه نقول تاني مع بعض، بلد او شوكولات اجار. تاني حاجه درجه حراره 37 عادي خالص. تالت حاجه هيوميد، يعني هيوميد نيتشرال، يعني يعني في رطوبه. اخر حاجه خالص كربون دايوكسيد من 5 ل 10. تمام. طيب وبستنى من 24 ساعه ل 48 ايه ساعه. تمام. طيب بالنسبه للكارير بقى، احنا قلنا الكارير انا بعمل سواب، باخدها من بعمل مسحه باخدها من نازوفاركس. طيب قال لي السواب يعني اسمها ويست سواب. يعني ايه ويست سواب؟ الويست سواب ده بتكون عادي، يعني هي بتاع زي بتاعه الكورونا كده، بس بتكون من جنب متنيه شويه، بحيث انها ايه لما تخش من النوز تعدي النوز، تمام، وتعدي السوفت بلت وتوصل لي لحد النازوفاركس، عشان انا عايز اخد مسحه من نازوفاركس. تمام. معلومه كمان ان بعد ما اخد المسحه بحطها ايه، بحطها بعمل لها كلتشر على اجار اسمها ساير مارتن. ساير مارتن يعني ساير مارتن دي ده اجار مختلف عن البلاد اجار والشوكليت اجار اللي انا بعمله للنيسيريا في الحياه العاديه، لكن لو انا بتكلم انا قدامي كارير بعمل له على ساير مارتن اجار. تمام. طيب بقى جينا بقى دلوقتي ايه للبريفنشن، ازاي اعمل بريفنشن وكنترول. هنبدا الاول بالايه، بالبريفنشن. بريفنشن يعني ايه؟ قال لك هو ملخصها هيبقى هيلث اديوكيشن للبابليك. يعني ايه؟ يعني عرف الناس ازاي بتنتقل النيسيريا دي، ازاي بتنتقل المينجوكوكا المينجايتس دي، من حيث ايه بقى؟ من حيث ان هم عرفوا من الدايركت كونتاكت اللي هو بقى ايه الاحتكاك المباشر مع حد عنده اعراض المينجايتس. عرفهم اصلا ايه اعراض المينجايتس، من فيفر، من ستيف نيك، من فوتوفوبيا. عرفهم الكلام ده كله. تمام. عرفهم برضو ان هم يتجنبوا الاماكن المزدحمه الاوفر كراودنج بليسز. تمام. وان هم طبعا ايه، ان هم توعيهم ازاي يعملوا الهيجين بشكل كويس. طيب هو كل حاجه للناس، ما تعمل انت حاجه بقى. قال لك ايه المفروض الدوله تعمل؟ انها تحاول تقلل من العشوائيات، تقلل من السلامز، لان السلامز دي بتبقى اماكن مزدحمه فبتكون اكتر عرضه للايه، لانتشار المرض. طيب في بقى ده كان جنرال. طب ايه هو السبيسيفيك؟ السبيسيفيك ميجر متمثله في التطعيم، الايمونايزيشن، الفاكسين. طيب يا سيدي نيجي للفاكسين بقى، وايه واللي كان نايم معايا يصحصح تاني. ليه بقى؟ انا عندي الموضوع مهم دلوقتي، عندي نوعين من الفاكسين، عندي بولي ساكرايد فاكسين وعندي كونجيجيت عندي بولي ساكرايد فاكسين وعندي كونجيجيت فاكسين.